ناس بتاخد قرار انه يبدا ياخد. احنا كنا بنتكلم عليه عشان احنا اتكلمنا على مجموعه بقى ايه الحبايه السحريه وشغل تحت السلم، وفي حاجات ما هياش شغل تحت السلم. يعني تلاقي مثلا شركات كبيره بتاعه سبلمنتس مشهوره في العالم وعندها حاجات اللي بتتحط ما بين قوسين تحت اسم حارقات الدهون او الفات بيرنرز. اوكي. وفي انواع اخرى من المكملات الغذائيه اللي تبقى انتاج شركات دوائيه معترف بيها في مصر وبره، بتطلع دواء كذا اللي كنا بنتكلم عليه قبل الفاصل او قبل الفقره يعني، ومش عارف لا ده انت تاخد مش عارف زنك جلايتونيت ما تاخدش اوكسيد الزنك. انا هو السبلمنتس ناحيه ما فيش حد ياخد اي مكمل خالص. الناس تنزل تشتري اللي هي عايزاه وتسف. لا مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها كده، وما ينفعش ان احنا ناخد اي مكمل غذائي. حتى لو انا يعني مثلا اذا الشعب المصري كله عنده نقص في فيتامين دي مثلا، حاجه ترند طلعت كده ان انت تروح تاخد بقى فيتامين دي لوحدك من غير اي حاجه، لا في حاجه اسمها تحاليل، لازم ان احنا نعمل تحاليل. لو انا عندي نقص في حاجه معينه هاخدها. عندك نقص في فيتامين دي اقعد في البلكونه. هنقعد في البلكونه او هناخد ما هو نقعد في البلكونه، بس ساعات بنحتاج سبلمنت فعلا بناخد مكمل. لكن عندك نقص في كالسيوم هتاخد كالسيوم، ما عندكش بقى ان بتوين اي نقص في حاجه زي دي اكشولي ما ناخدش اي حاجه، ما ناخدش لوحدنا. اللي بيحصل ان احنا بنتفرج على فيديو على تيك توك ولا على يوتيوب ولا على فيسبوك ويقول لي خد مش عارف كذا وده هتلاقيه في الصيدليه ب 15 جنيه بس. هننزل ناخده هو ده بالظبط، علشان ايه؟ مكسلين ان احنا نعمل الخطوات الاساسيه، وفعلا ده لوحده ما بينجحش. وحتى لو هيقول لي مثلا اخدت فات بيرنر اللي هو غير معترف بيه بمنظمه الغذاء والدواء. أيوة. ما هي دي لازم الحاجه تبقى اف دي اي ابروفد علشان انا اخدها، دي ما بيبقاش معترف بيه اصلا ومش موجود في الجايد لاينز ان احنا ناخد فات. هل في حاجه بتقول ان الفات بيرنر ممكن يخسس من غير ما تبقى عامل زي ما حضرتك قلتي لايف ستايل ونظام للاكل؟ ما فيش حاجه. يعني اقعد اسف فات بيرنر على قد ما اسف برضو وزنك مش هيقل. بالظبط كده. لو اتحرك هيبقى تحرك طفيف يعني. بالظبط. ولو اتحرك الادويه دائما بتشتغل على جزئين، يعني فكره ان الواحد هو يعني سايكولوجيكلي في ناس عايزه تاخد دواء مش هتخس انا لازم اخد دواء، يعني دي مقتنعين 100%، مع ان لو هو الدواء حتى لو هم اخدوا حاجه مثلا مالهاش اي لازمه بتلاقوا يخسوا، لو خسوا هيبقى بسبب النظام اللي هم ماشيين عليه او اللايف ستايل اللي هم فيه. في حاجات ابروفد باي اف دي اي كام دواء يتعدوا على الصوابع، بس ده قصتهم بنحتاج تحاليل معينه وبيحتاج ان الواحد يبقى فعلا حالته محتاجه ده، مش ان انا اخده لوحدي. لكن ان انا اخد دواء كده لوحدي من غير اي حاجه ده حاجه غير صحيه خالص، وبتأدي المشاكل بقى سواء في الكلى في الكبد، بتعمل مشاكل جدا كتيره جدا، وبعد كده يبقى يقول لي الحرق بتاعنا باظ بسبب الادويه اللي احنا اخذناها اكشن، عشان تعودت جسمك على انه بيحاول يحقق بعوامل مساعده. بالظبط كده. وعلى حاجات ما لهاش اي لازمه ما كانتش، وكان ممكن نخس عادي من غير اي حاجه، فاهمني؟ لكن اللايف ستايل نفسه موديفيكيشن هو اهم حاجه، ان احنا نظبط اكلنا. بنشرب ميه قد ايه؟ هل شرب الميه يساعد على الحرق؟ يساعد على الحرق طبعا. وشرب الميه ده مهم لكل حاجه في الجسم، في كل خليه في الجسم، ابتداء من عينينا، كل حاجه هنا، كل حاجه، الجهاز الهضمي، الجهاز البولي، كل حاجه في الدنيا مهم ليها الميه، علشان احنا اصلا اكشولي جسمنا بيتكون من اكتر يعني نسبه معينه هي ميه. فاهمني؟ فهي الميه لازم الواحد ياخد ميه. ناخد ميه قد ايه بقى؟ ايوه هي دي الفكره. يعني احنا المفروض نحسب. أيوة. ليها حسبه، يعني ان انا بنضرب كام؟ 30 مللي لكل كيلو. 30 مللي لكل كيلو، يعني احنا 10 كيلو ب 3 ايه ده؟ 300 مللي. يعني لو قد 100 كيلو ب 3 لتر. بالظبط كده 3 لتر. مش انا يعني انا مثلا ما اشربش ميه زي حضرتك، ما حدش غيرنا ما يشرب، كل واحد حسب وزنه. لا مش قصدي، لا مش قصدي اخد على خاطري. لا لا انا قصدي حسب كل واحد. انا 98. لا انا على بلاطه كده انا 98. ده اعتراف ده. قلت لي دايما مركز مع رقم 100، يعني انا بقى. لا هي الفكره ان انا ده المينيموم ريكويرمنت واب تو ماكسيمم، يعني من اقل حاجه ناخد 30 مللي كل كيلو. تمام. يعني لو 70 كيلو انا اتكلم مثلا في 2 لتر و100 مللي 2 لتر هتشربه، يبقى انت لازم تخلص دول على مدار اليوم. تمام. لا اعلى حاجه ان احنا ممكن نوصلها، ممكن بقى نوصل ل 40 مللي كل كيلو. يعني معنى في ناس بقى بتخش دخلات ايه، اشرب 5 لتر ميه، دي حاجه تعمل اوسموزس، تعمل مصيبه. وغير كده احنا لو بنشرب لو ممكن الواحد يموت فيها، الواحد بيمسك الازازه ما ينزلهاش الا هي خلصان. انت كده استفدت؟ ده سؤال بقى، علشان انا اعرف ناس والله العظيم يمسك الازازه لكن انا بشرب ميه اهو ودرب درب 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 وبعدين يدخل التويلت خلاص انتهى الموضوع، انتهى. اكشولي هو في كميه معينه المثانه البوليه بتاعتنا بتستحمل اللي هو 500 مللي، اكتر من كده لازم هتفضيها.
فين الاستفاده؟ الصح ان احنا نشرب على مدار اليوم، يعني كل ساعه من اول ما الواحد يصحى يشرب كوبايه 200 ملي هيبقى حلو أول جدا. مصح. من اول ما تصحى يعني عشان خمس. عشان نقسمها فاهمني. في بقى دلوقتي ابلكيشنز كتير على الموبايل كده واحد ممكن ينزلها بتقعد ترن كل شويه يشرب ميه يشرب ميه. هي في ناس بتقفلها هي ناس بتقفلها بصراحه ده ازعاج قوي. بس يعني اني واي في ممكن نشرب مثلا كوبايه كل ساعه على مدار كل ساعه هنخلص كميه كبيره جدا. هل اذا رحت للدكتور وقال لي اعمل التحاليل الفلانيه فطلع عندي ديفيشنسي او نقص في مجموعه معينه من الفيتامينات وابدا اخدها، هل لما باخدها ده بيساعدني فعلا على انه الجسم معدل الحرق بتاعه يزيد؟ لان الناس بتفهم غلط، الناس فاهمه انه الحاجات دي بتحرق. لا هي بترفع معدل اي امبالانس داخل الجسم بتاعنا، يعني خلل او عدم توازن في اي حاجه في فيتامينات او معادن بيأثر على الحرق بتاعنا وبيأثر على النزول، عشان الجسم بتاعنا مش في طبيعته فاهمني، على البروس على العمليات اللي ممكن تتم. ما هو الفيتامينات والمعادن دي بتساعد في العمليات اللي طبعًا. منها عمليه الحرق صح. الميتابوليزم فمثلا اثبت دراسات نقص فيتامين دي بيؤثر على الحرق اوكي فاهمني. يعني في بقى يعني حسب اي امبالانس، واحد مثلا عنده انيميا والسيروم فيريتين الحديد بتاعه قليل وبرضه هيأثر على الحرق، مش هتحصل البروسيس طبيعيه. يعني نقص الفيريتين كمان يأثر على الحرق؟ بيأثر على الحرق. انا كنت متصور ان هو بس بيخلي مفيش تركيز مفيش انتباه، ضيق تنفس دوخه مستمره، ليه اعراض الانيميا المستمره بالضبط بتأثر على الحرق فاهمني. يعني في حسب اي خلل او اي امبالانس داخل الجسم الصح ان احنا نكوركتد نصلحه، بعد كده نبدا نجوب بقى ناحيه ان احنا ننزل بقى في الوزن او نظبط كده، ويفرق معانا كتير. طب انا يمكن لاحظت حاجه برضه صححيني فيها، بحاول قدر الامكان زي ما كنت بقول لحضرتك اقعد اقرا كده، فانا لاحظت انه هو كل الفيتامينات تقريبا لازمه للجسم وكلها بشكل او باخر بتساعد في عمليه الحرق. حرق الدهون بالزبط. وتكوين الانسجه العضليه الى اخره، يعني مفيش حاجه ينفع بالظبط هو كده. سبحان الله. بس دائما يعني في فيتامينات الجسم بتاعنا بيقدر ينتجها او كده، او بنحصل عليها من الاكل او بنحصل عليها من الحاجات دي، وفي فيتامينات تانية بيبقى صعب، بيبقى يعني مثلا فيتامين د ده مثلا لازم نحصل عليه عن طريق الشمس، ده افضل حاجه طبعا فاهمني. لا حتى لو قعدنا ناكل بقى سلمون وناكل ماكريل وناكل، عشان دي فيها نسبه زيوت نباتيه وفيها نسبه فيتامين د ومنتجات البان وغيره دي فيها فيتامين د، بس النسبه قليله جدا، مش هو ده اللي هيصلح الفيتامين د. فيتامين د اللي نصلحه لو هو فيه مشكله مثلا بيبقى عن طريق الشمس، ان احنا مثلا نقعد ربع لثلث ساعه ثلاث مرات في الاسبوع في الشمس، او وان احنا نصلح بقى لو هو الدكتور كاتب لنا اي سبلمنت او كده. حلو. اسئله العيد المشهوره عشان تبقى دي الختام. الناس بتيجي على العيد وتروح داخله بقى دخله الفسيخ والرنجه، ده شق، ده الغدا. الفطار دخلت سكريات ولا حرج. وفي ناس بيعملوا حاجه غريبه بياكلوا كشري، ما اعرفش في الفطار. اللي هو شباب لازم يدمر حياته يعني. أيوة. انا خلصت رمضان اديها بقى ايه حموضه قدر الامكان. بالظبط. طب ننصح الناس بايه يعني ايه ايام العيد الثلاث اربع ايام بتوع العيد دول، ازاي يعرف ياهل جسمه علشان يتعامل بعد كده الجسم بشكل عادي ويقدر ياكل بشكل سليم ومنتظم الى اخره؟ لان انا بحس ان دي صدمات. ما هي فعلا ابتداء من تغيير الميعاد، احنا خلاص بقى خلنا في مواعيد ثانيه، فبنبدا نفطر بقى، نبدا من الصبح نفطر عادي بقى وناكل كحك وبسكوت، ناكل كحك وبسكوت على الفطار، ده اول حاجه غلط. يعني هنفطر وبعد كده ناخد بقى الكحك والبسكوت، ما عنديش مشكله نفطر يعني. جبنه وبيض نفطر يعني ساندوتش واتيفر، او هتفطر اي حاجه فول بيض جبنه عادي من الموجود، وبعد كده ناخد بقى كحك وبسكوت. هناخد هتقدر واحده هنقعد نقول بقى ان الواحده فيها 90 سعر حراري وكتب، مش هيفيد ده خالص. هناكل كده خدها. فهناكلها ازاي؟ يعني ناخدها بعد وجبه كامله. أوكي. دائما اي حلويات او كحك او بسكوت او غيره يتاخد في خلال ساعه بعد وجبه. اوكي. تكون شبعان، فمش هنقدر ناخد كميه كبيره، وفي نفس الوقت مش هنرفع مستوى الانسولين او السكر جامد. حلو. هيبقى في بعد وجبه، ما يعني ما افطرش. الغلط الاساسي ان انا اقوم واخد فما اديش فرصه لنفسي ان انا اقعد اخش بقى كوبايه شاي بلبن بقى وانزل بقى كحك وبسكوت اخلص العلبه، مش هتقدر مش هتقدر تعمل كنترول. صح. غير ان ما تاخد بعد وجبه، خد واحده بسكوت ولا اتنين وبتاع ده ويعني كحك وبسكوت واحده واحده هتقدر تشبع، ده اول حاجه. حلو. طيب لو هناكل بقى رنجه ما عنديش مشكلة، بس نزود السلطة. أيوة. ونقلل العيش. أيوة صح. يعني لو نقدر نستغنى عنه ده يبقى أحسن.
عشان احنا اوريدي واكلين الصبح، ما احنا واكلين كحك وبسكوت في كميه رنجه بالشوكه برضو. طيب خلاص نص رغيف حلو قوي ماشي يعني هنحاول نص رغيف بلدي حلو قوي تمام وهناكل معاه الرنجه تمام وهنزود السلطه خضروات بقى وخضره على قد ما نقدر ونشرب ميه كويس تمام يعني هي دي ونعدي بقى الليله بقى العشاء مش لازم نتعشى بقى يعني ناخد مثلا علبه زبادي حاجه كده ما ناكلش بقى وجبه تانية يعني في اليوم اللي هو برضو ما نخشش بالليل بقى ايه دخلت انك ميت وهم ميتين نكمل بقى مع اليوم خالص باظ. لا هو دائما بيجي الغلط ان لا انا خلاص بوظت النهارده فانا هكمل. لا انت لو كملت هتزيد مع ان لو انت لو عديت الليله كده وخلاص على قد كده وقفت مش هتزيد، ربنا يعديها على خير يعني ربنا يسترها رب.